خرج اي خرج خرجت انباء في الساعات الاخيره بتقول ان الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه لاتحاد الكوره ممنوع من السفر ده كلام عاري تماما من علشان الصحة. وملوش اي اساس خالص، والراجل لا ممنوع من السفر وحاجه، لو عايز يسافر هيقدر يسافر براحته طبعا. طبعا الزمالك خد قرار بعوده احمد ابو الفتوح المعار طبعا لنادي سموحه، واللي طبعا شارك بصوره كويسه جدا مع المنتخب الوطني في مباراه توجو اللي طبعا اقيمت اول امس، وان شاء الله برضه بكره يشارك ويقدم صوره كويسه. فالزمالك خد قرار ان هو يرجع لتدعيم الجهه اليسرى. تمام. عندنا ان شاء الله فرجان الكافي بيشارك طبعا مع منتخب تونس في تصفيات كاس الامم، ان شاء الله هيرجع القاهره يوم الخميس، وهيتحدد حالته اذا كان يقدر يشارك في مباراه السبت امام اف سي مصر من عدمه. تمام. عندنا اخر خبر، كشف الكابتن خالد مهدي مدير الكره بنادي الانتاج الحربي، قال لك ان مهاجم الفريق باسم مرسي تلقى عرض تونسي، وقال لك ان احنا بندرس العرض ده وهنرد على النادي التونسي خلال الساعات المقبله، ونفى تماما ان يكون في اي عروض من نادي الزمالك للمهاجم باسم مرسي. طبعا باسم مرسي كان سبق ليه لعب نادي الزمالك وشارك في الموسم اللي حقق فيه الزمالك الثنائيه الدوري والكاس. صح. اي اسئله اي استفسارات تحت امرك يا استاذ عبد الله. اشكرك يا استاذ علاء، شكرا جزيلا. تحياتي لحضرتك يا عبد الناصر بيه، السلام عليكم.